الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن تداول 54 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 57 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ 39% قياسا بالأسبوع الذي سبقه. وقال السوق إن عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 49 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 35 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. أعلنت وزارة الكهرباء في العراق أن إيران اشترطت تسديد العراق جميع ديونه البالغة 4 مليارات دولار مقابل توفير الكهرباء في مدن البلاد كافة. هذا وأوضحت الوزارة أن اتفاقا أبرم مع إيران لإطلاق جميع كميات الغاز التي يحتاجها العراق لزيادة في عدد ساعات تجهيز الكهرباء، بشرط تسديد العراق ديونهم كاملة لإيران في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة في بعض المحافظات 45 درجة مئوية مع بدء فصل الصيف، مؤكدة أن إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني لا تزال منحسرة بواقع 20 مليون متر مكعب من أصل 70 مليون متر مكعب. هذا وأعلنت شركة لوك أويل الروسية عزمها إنتاج 30,000 برميل يوميا من حقل أريدو النفطي في محافظة المثنى في جنوب غربي العراق. وقال رئيس الشركة فاغيت الكبيروف إن الشركة تتباحث مع السلطات في العراق حاليا لتطوير حقل أريدو المكتشف في عام 2017، مشيرا إلى أن حقل أريدو يحتاج تطويره لنحو 18 شهرا من الإعداد والتحضير قبل البدء بالإنتاج فيه. كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن بلاده تسعى إلى تصفية جزء كبير من دينها الخارجي البالغ 60 مليار دولار بنهاية شهر تموز المقبل. وقال إبراهيم إنه من المرجح أن تسوي الحكومة متأخراتها رسميا مع صندوق النقد الدولي بحلول تموز المقبل بهدف تخفيف الديون قبل اجتماع نادي باريس لمجموعة من الدول الدائنة الشهر المقبل، مرجحا تصفية ما بين 70 إلى 90% من الدين المترتب على السودان. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اكتشاف بلاده 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل سقاريا في البحر الأسود شمالي البلاد. وقال أردوغان إن بلاده اكتشفت كميات جديدة من الغاز الطبيعي جنوبي البحر الأسود ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود إلى 540 مليار متر مكعب، مضيفا أن أنشطة التنقيب في محيط موقع أماسر 1 مستمرة. وفي العام الماضي اكتشفت سفينة حفر الفاتح التركية 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل سكاريا بمنطقة غرب البحر الأسود في أكبر اكتشاف في البلاد. ارتفعت أسعار النفط عالميا لتقارب 72 دولارا للبرميل في أعلى مستوياتها خلال عامين كاملين، وزاد خام برنت 33 سنتا ليبلغ 71 دولارا و64 سنتا للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا ليبلغ 69 دولارا و3 سنتات للبرميل، وذلك عند آخر إغلاق يوم الجمعة. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها، فيما أظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي أمس الأول الخميس انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. إلى اللقاء.